<applause> كثير كثير حبيبي حجه شو طابخه حجه شو مسويتي لنا حب والقهوه والله 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 كل ما اسوي فنجان قهوه بتذكره كان حبيبي يحب القهوه ونقعد ونسهر <applause> كان اه كان ضل يحب الكربيه الكعده يشرب قهوه الصبح يوم ما ينزل المغرب يوم يجي يسهر حس هذه بكت قعده المحبوبه يعني ضل كعدان فانا بكت قريب عليه يعني اعمل قهوه وإجا اقعد معاه يعني انا يعني انا الوحيده اللي في الدار اشطر واحده يعني فقدت يعني غاب عني يعني لانه بكى هو بيضل عندي يعني وقبل اسبوع يعني كنت نايمه وعيطت يعني عم عد صلاه الصبح اجى في بالي وعيطت فنمت ف... فاشي دكك على الباب فتحت هو خالد ما حكيت قلت له خالد حبيبي خالد الحمد لله الحمد لله حضنتها يعني شو بدي اقول لك عن جد كانها حقيقه احسس عوجها وجهها احسس على شعرها كانها حقيقه كانها حقيقه يعني فمن ما انا بكيت حاضنه ومبسوطه وهذا كنت الله صدري بوجع من كثر ال... ما انا حاضنه لما فتحت لقيتها يعني انا بحلم بس كنت متفائله ومبسوطه يعني كاني يعني انبل يعني شوكي منه يعني شفتها والحمد لله دائما يعني بيجي بكل يما انا مبسوط يعني ابوه حلم فيه شافه انه بصلي على الجبل يعني بصلي شافه بصلي يعني ومبسوط وهذا فريد هالمصلى بصلي وبصلي عند سيارته يعني كثير بنشوف يعني بكل يما ما تزعل علي يعني انا مرة يا ربي طب خالد وين الصواب وين اجت الرصاصه يا ربي الام بتظل هذا تتشوق فحلمت فيه اجى هذا حط ايد على عيني هان وكل يعني انها هان 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 يما هان هان حط ايدها على عيني كل هان, هان يما اجت هان يعني انها هان اجت هم ما بقوليش يعني انها هان اجت بس يعني حط ايدها على عيني وصار يحسس على وجهي انها هان وفعلا يعني اللي اللي شافوه قالوا انها رصاصه اجتها يعني جايه من هي في وجهها خلوك مؤدب مع الموظفين طبعا خدوم كان يحب يخدم كثير يعني في وظيفته علاقته ممتازة مع الجميع ممتازة أكثر واحد كان هو أكبر واحد في أولادي يعني أكثر واحد كان هو حنون يتواصل مع مع عماتها مع ستها مع عمامة معانا يعني ما يا حبيبي والله حنون مؤدب وش بدك كل يعني بحب للناس الناس بحب خواته عماته أخوته يعني محبوب البلد يعني شباب البلد كلهم يعني انكهروا عليه شو يعني شو خالد يعني أصدر يعني شو بدك كلت محترم وذكي وما وليش يعني في شغلات المشاكل ولا إشي ولا, ولا عمره في حياته واحد زعل منا والله بحلف يمين والعمر واحد زعل من خالد يعني أنا أبوه صار عمره 34 سنة بتذكرش إنه مرة واحدة زعلت منه يعني كان عامل الجميع بلطف وكان وب... في حالة يعني مش ب... وأكثر شيء كان يحب يقدم ما يؤخذ أسرة الشهيد خالد نوفل تعيش مع ذكريات ابنهم الشهيد في زوايا البيت وفي أحلامهم، قلوبهم التي تتألم على فقدانه، فقد ارتقى ابنهم الشهيد صباح يوم الجمعة الخامس من شباط عام 2021 بعد أن أطلقت عليه النيران من قبل مستوطنين على جبل الريسان القريب من قرية رأس كركر. قضية الاستيطان هي جزء من السياسة الإسرائيلية الواضحة تماما، خاصة في قضية أن هذه المستوطنات التي أقيمت على رؤوس الجبال كان لها مجموعة من الأهداف الإستراتيجية. هذه الأهداف الإستراتيجية كانت في البداية السيطرة على الأرض، ونحن الآن نتكلم عن مستوطنة دوليف المقام على راسي على راد الجانية وهي قريبة على راس كركر. وطبعا راس كركر كما هي معروفه في 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 جهه جزء من منطقه غرب رام الله حقيقه الهدف الهدف الاول هو السيطره على الارض وهذا ما تم في عام 1980 عندما بدات هذه المستوطنه تقام على اراضي الجاني وجزء منها من المزرعه القبليه الهدف الثاني كان هي عمليه تطفيش السكان الفلسطينيين هلا عمليه تطفيش السكان الفلسطينيين هي عن طريق ان هؤلاء المستوطنين عندما كانوا اقليه كانوا يعملون بشكل جيد مع الفلسطينيين وخاصه في فتره ما قبل عام 1980 عندما كانوا اقليه في هذه المناطق. الان السبب الاخر انه الجانب الاسرائيلي هو يريد ان يسيطر على هذه الارض وعمليه تطفيش السكان الفلسطينيين. بالاضافه الى ذلك السيطره على الاراضي الزراعيه في المنطقه. ما تم في منطقة راس كركر في قضية قتل, قتل المستوطن الفلسطيني النوفل هي ضمن استراتيجية إسرائيلية واضحة تماما سيطر على الأرض تفريغ المنطقة من السكان عندما يتكلمون عن مليون مستوطن إسرائيلي في داخل الضفة الغربية أين سيتواجدون؟ يتواجدون في رؤوس الجبال ثم يبدأوا في التمدد في عملية القتل الفلسطينيين منعهم من استعمال أراضيهم حرق منازلهم وبالتالي عملية ما نطلق عليه ترانسفير طوعي ما حدث في رأس كركر هو جزء من السياسة الإسرائيلية الواضحة تماما الحادث صارت كالتالي في ليلة طبعا يوم الخميس خالد كان بالدوام عادي بداوم في وزارة المالية موظف وزارة المالية داوم وروح كالعادة أنا روحت من الشغل سهرنا أنا وياه لل11 بالليل طبعا خالد كان بده يرحل من من هان بده في في إلنا سكنة في عين المصباح في رام الله بده يسكن فيها ومرحل نص غرفة النوم الصالون يعني وباخذ في الاثاث من الدار بنكر فيه على رام الله وكان بالعاده انه ياخذ بالليل يعني ياخذ في سيارته ياخذ بالليل ودينا لغرفة النوم صغيره كبيره والشغلات الصغيره باخذها في الليل وبجهز في الدار وكنت متفق انا وياه انه يوم الجمعه انا طبعا بشتغل ويوم الجمعه بنقعد انه يوم الجمعه اروح ونعمل له صيانه في الدار كهرباء مواسير شو في شغلات ناقصة نعملها. أنا طلعت نمت. وهو طبعا هو كان في خلال الأسبوع هذا اللي قبل يعني مرتين أو ثلاث مرات صدفت إنه يطلع على 10 على 11 في الليل يطلع ويروح وحتى في ليلة نام هناك فيها. لأنه غرفته هناك وبينام يعني صار مش مستقر هنا. في بالليل. إنه بداوم في النهار بأخذ أغراضه بالليل. على رام الله فالصبح انا تفاجات الساعه 5 الصبح الجيش برن اقتحم الدار اخوه ساكن فوق طبعا طالعين عندها ومنزلينها و على الباب دقه وطلعت جيش بسأل فيها وين خالد؟ قلت له خالد موجود في الدار قال لا مش موجود قلت له لا موجود فتحت الباب اطلعت سيارته مش موجودة قلت له إذا خالد بيطلع ممكن عندنا في رام الله لأنه في بنكل في غراضة من من هنا على رام الله في الليل وأخوه ساكن في رام الله طبعا اتصلت على أخوه قلت له اطلع شوف لي خالد سيارته موجودة باب الدار طلعوا لك قال لي لا مش موجودة فالجيش أخذونا ونزلوا فينا على الموقع عسكر البرج اللي على أول البلد فأجا المخابرات طال التلفون تبعه وراني ايه صورة السيارة موجودة طبعا السيارة في المستوطنة فوق طبعا المستوطنة هي مش مستوطنة هذا الرعاة يعني الموجودين فيها أربعة وخمسة معهم غنم حاطين كرفان منطقة مفتوحة يعني أي واحد بيقدر يطلع عليهم بسيارة أو بدون سيارة وبكل خالد طلع على المستوطنة هاي وحاول إنه يقتل المستوطن وإحنا لكينا أوعيه طبعا وراني القميص تبعه وراني البوت تبعه الدخان السيارة قال لي احنا بندور عليه يعني ترك السيارة وهرب واحنا بندور عليه قلت لا انا ما ما عنديش علم يعني ما الشيء قال قال لي احنا لما بنلاقيه بنخبرك ولحد اليوم بخبروني طبعا ما رجعوا ليش حكيت عرفنا نستشهد من وسائل الاعلام والارتباط اتصل علينا انه طالع حسب حسب روايتهم اهم انه هو طالع بسيارته عليهم وباكي يدق على الباب ومتعارك هو تو المستوطن بالايادي طبعا فتش السياره فش معها لا سكين ولا سلاح ولا شيء ما اشي شيء ها متعارك هو تو بالايادي فجاي واحد ثاني طخ من وراه اصابته طبعا جايه في ال في الراس من ورا جيتها وطالعه من العين الإصابة من الخلف هاي الرواية اللي بنعرفها إحنا هذا رواية الإسرائيليين إحنا أجونا الساعة 4 الصبح يعني الحادث بالضبط ال... الوفاة تقريبا حسب ما بقولوا إيه من الساعة غدان اه الصبح كان يعني موقف صعب يعني أنا كنت نايمة فات جيش بدك على الباب ففتحنا نزلنا يعني صار يسألوا وين قد أشم ولد عندك وين وشو اسم ابنك الكبير و... وبالأسئلة الاسئله هاي فانا يعني ما بعرف يعني قلت يعني يعني شو في يعني خالد مش يعني مش ما بيسويش شيء يعني للي يضر حدا يعني شو م... خفت فطلع ابوه واخوه اخذوهم وراحوا عند البرج يعني الله بعد صار الناس يجوا علينا ويهجموا علينا على الدار وهي يسالوا قالوا خالد استشهد فطبعا ما صرخت ولا ولا صيحت بعرفش ايش نزل علي هذا وصرت اقول الحمد لله يعني خالد ودعتك أمي يا مصعب رحيلة يا مهجة قلبي من قلبي بدعيلة ودعتك أمي يا مصعب رحيلة يا مهجة قلبي من قلبي بدعيلة انا بتوقع انه لانه بدك يطلع في الليل بتوقع انه هو كان في عنده ما كانش يتحمل العوج واللف والدوران دغري حتى في الوظيفه الموظفين الموجودين معه فيش عنده ما بهادن دغري صح واهل البلد هان بيعرفوه الجميع احنا اخوته فيش نهائي استدرجوه او استفزوه او اخذوه عن الشارع هذا المستوطن يعني في له هو كان موجود في في منطقه نابلس وفي عنده هو نفس المستوطن في عنده جرح ثلاث جرح ثلاثة وكان في إلى محكمة بعد بعد ما استشهد خالد بأسبوع كانت إلى محكمة على قضية نابلس وسلاحه مسحوب من المحكمة الإسرائيلية طبعا احنا هذا عرفناه من خلال الصحافة الإسرائيلية يعني أجوا عندنا صحافة إسرائيلية كثيرة أجوا تبعين هارتس وإذاعات أحرانوت وصحافة يابانية و... يعني وتابعنا احنا انا في البدايه تابعت تابعت الموضوع انا رحت على الشرطه الاسرائيليه الشرطه بالطريقه هاي بكل الشجار اللي صار بين خالد وبين المستوطن قلت له شجار شو هو المستوطن جاري يعني واحنا مختلفين احنا وياه على على قطعه ارض او على شو شجار ايش احنا المستوطن لا بنعرفه ولا بيعرفنا المستوطن قتل خالد بدم بارد بس كيف الطريقه اللي قتل فيها انت بدك تجيبها مش انا انا ما بعرف. ما بعرف يعني ممكن انه هو تنازل استفزه واخذ استفزه واخذ عن الشارع انا يعني هذا اللي قلت لهم اياه عمليه اختطاف عن الشارع يعني اختطفوا عن الشارع واخذوه مشان يغطوا على جريمتهم طخوه فوق وخلوا السياره شاهد يعني السياره موجوده عندهم فوق باب باب, باب المستوطن الجانب الاسرائيلي لديه دائما روايه عندما يقتل عندما يحرق عندما كذا هي القضيه ليست قضيه انه كذا كثيرا ما نسمع انه قتل شخص احد الاشخاص لانه كان بده يهاجم الاشخاص لانه الروايه الاسرائيليه دائما هي تعتبر ان الجانب الفلسطيني هو الارهابي هو الذي يقتل ونحن الانسان الحمل الذي دائما يريد يمد يده للسلام لكن الجانب الفلسطيني دائما هو الحقود الجانب الفلسطيني هو الذي يريد أن يقتل هو الظالم ونحن المظلومين لأن الرواية الإسرائيلية حتى لأنه لا يوجد هنالك في الدعاية العربية ما توازي الرواية اليهودية الرواية اليهودية دائما الإعلام الأوروبي الإعلام الداخلي هو دائما مؤيد للجانب الإسرائيلي وبالتالي نحن كفلسطينيين محتلين تحولنا إلى إرهابيين وفي نفس الوقت أيضا أن المستعمر تحول والمستعمر والمستعمر يعني المستعمر نحن والمستعمر هم نحن استعمرنا بلادهم وهم جاءوا وحرروها هكذا تقول الرواية اليهودية بمعنى أننا نحن المستعمرين وهم المستعمرون ما احنا مش عارفين لحد هالكيت يعني مش عارفين يعني هم بكلوا هيك بس احنا ما بنعرف يعني شو اللي صار يعني هي خالد يوم ما ابنك يطلع ينكي العدار جديده وينكل في اثاثه وكل يوم ما بتروحي معي جديد نشتري اثاث جديد نشتري اشياء وحضر ويعني يجيب كيف العريس يعني اللي بحضر يعني مش عارف مش عارف شو اللي صار يعني شو روايتهم يعني انا ب يعني بتوقع انها كذب يعني انه استفز المستوطن في الطريق بجوز وكتله واخذه هناك يعني مش عارفين يعني شو اللي صار يعني لحد هالكيت يعني مش عارفين مش عارفين الشغله صارت استفزازيه كثير يعني من المستوطنين، يعني انتم يعني احنا كل الشعب الفلسطيني دائما مستفز من اليهود ومن المستوطنين ومن ال... في ناس بتتحملش تتحملش ممكن نستفز ممكن ن... هذه الاحداث ما هي كانت في كورونا، حكيتها في بدايه كورونا مرتها كانت طالعه على الاردن هي وابنها طلعوا على الاردن، صارت كورونا بترفع عمليه التسكير اللي صارت ما ما قدرتش تيجي قعدت حوالي ثلاث آه شهور اربع شهور مش قادره تيجي حاول اكثر من مره اول ما فتحوا سووا تنسيق آه توجه لابو حلاوه يعني مشان يعني يجيبها دفع لها 700 دولار مشان يجيبهم مع اول دفعه لما فتح الجسر يعني بعد ما استشهد رحت اخذت المصاري من ابو حلاوه بك اعاده في نفس اليوم يوم الخميس اللي استشهد فيه انه يطلع يجيبهم من الاردن فاتصل عليه في نفس اليوم هو حلا والصبح قال رد سكره بدك تستنى اكثر اسبوعين يعني ابنه كان موجود ابنه ومرته موجودين في الاردن اجوا بعد ما استشهد وطبعا رجعوا على الاردن لأن اهلها موجودين في الاردن بعد استشهاد خالد هجر بيته هذه الأسرة الصابرة أمام ما حل بابنهم بسبب المستوطنين الذين لم يكتفوا بسلب أرضهم ووطنهم بل سلبوهم ابنهم ايضا